آخر أخبار المنتخب العراقي. اشترك في القناة لتصلك كل أخبار الرياضة العراقية والعربية والعالمية. مدرب المنتخب الوطني خيسوس كأساس في المؤتمر الصحفي لمباراة فيتنام. الطقس لن يكون عائقاً أمام المنتخب العراقي ونحن اعتدنا على الأجواء في فيتنام. المنتخب العراقي مستعد جيداً لمباراة الغد ولا يعاني من أي إصابات. المباراة مهمة لكلا المنتخبين، خصوصاً أنهما قد حققا الفوز في أول مباراة لهم في التصفيات. نعلم أن خصمنا قوي ومنظم والتاريخ ليس مهماً لأن التاريخ يقول إن البرازيل دائماً تفوز في أي مواجهة. أنا معجب بأداء فيتنام، فهم يمتازون ببناء اللعب من الخلف إضافة إلى جودة اللاعبين. مدرب فيتنام فيليب تروسييه في المؤتمر الصحفي: واجهنا المنتخب العراقي في قطر ونعلم إمكانياته، سنحاول الفوز في المباراة ليكون الانتصار الثاني ونحتاج الجماهير لتحقيقه، سعداء بالحصول على النقاط الثلاث في الفلبين وفي مباراة العراق سنعول على الجمهور ويجب أن يكون التركيز بنسبة 100%. لاعب منتخبنا الوطني ميرخاس دوسكي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فيتنام: مباراة فيتنام مهمة وستكون قوية وسنحرص على بذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز في المباراة وصدارة المجموعة. لا يمكن وصف اللحظات التي أرتدي فيها قميص المنتخب الوطني، فهي استثنائية بالنسبة لي، واللعب في أرض العراق يجعلها تكون استثنائية، خصوصاً أمام جمهور رائع. لا يمكن في كل مباراة أن يكون الأداء مكتملاً لأن كرة القدم لعبة أخطاء، نسعى إلى معالجتها والتقليل منها مع كل مباراة. المنتخب الوطني بالزي الأبيض المعتاد في مواجهة فيتنام بالتصفيات الآسيوية المزدوجة غداً الثلاثاء. لاعبو المنتخب الفيتنامي يغيرون أحذية التدريب قبل مباراة العراق للتناسب مع الملاعب العشبية. الفيتناميون كانوا يتدربون على أحذية مخصصة للعشب الصناعي منذ التدريبات التي سبقت مواجهة الفلبين السابقة. رسمياً نهاية القصة، أمين الدخيل لاعباً لبلجيكا بعدما لعب يوم أمس ثالث مبارياته مع بلجيكا. القوانين تقول أي لاعب لعب ثلاث مباريات مع منتخبه لا يستطيع تمثيل منتخب آخر. اللاعب الدولي السابق أحمد مناجد. اللاعب علي جاسم لا يجيد اللعب كصانع ألعاب وهو المركز الذي زج به كأساس، لذلك لم يظهر بشكل جيد في أول نصف ساعة من مباراة العراق مع إندونيسيا. بعد الهدف الثاني الذي صنعه بنفسه، قدم علي جاسم مستوانا أكثر من جيد، حيث نقله كأساس للعب على الأطراف وهو المركز المناسب له، كونه يحتاج إلى المساحات. علي جاسم قدم مستوانا أكثر من رائع في مباراتي فريقه الجوية أمام سباهان والاتحاد، بينما لم يظهر بذات المستوى في مباراة العراق وأندونيسيا بسبب كأساس. مدرب فريق القوة الجوية أيوب أوديشو: المهاجم أيمن حسين مثابر وسيعود لمستواه الحقيقي في أقرب فرصة ممكنة. أيمن حسين تأثر بتجربته الاحترافية مع الجزيرة الإماراتي، كونه لم يحظى بالدقائق الكافية، وبالتالي تأثر مستواه الفني. مهاجم منتخب العراق تأثر نفسياً بتجربته الاحترافية الأخيرة مع الرجاء المغربي. الأردني هيثم الشبول مدرب فريق نفط ميسان: مباراة العراق أمام فيتنام ستكون أصعب من تلك التي خاضها أمام إندونيسيا، نظراً لتطور أداء منتخب فيتنام، كما أنه سيلعب على أرضه وبين جماهيره، لكن أتوقع أن يفوز العراق بهدف. المنتخب العراقي يمتلك أداء أفضل من ذلك الذي ظهر به أمام إندونيسيا، رغم النتيجة الجيدة التي حققها في مستهل مشواره في التصفيات المزدوجة. أمير العماري وعلي جاسم ظهراً بصورة جيدة أمام إندونيسيا، وكذلك أيمن حسين قدم مباراة جيدة، وأعجبني كثيراً علي الحمادي، فهو مهاجم يحسب له ألف حساب، ويمتلك لمسة تدل على حس مرهف كمهاجم مميز.
المنتخب الأولمبي يترقب مجموعته في نهائيات آسيا يوم الخميس المقبل. المنتخب الأولمبي سيكون في المستوى الثاني إلى جانب أستراليا، فيتنام، كوريا الجنوبية. العراق مرشح لمواجهة المنتخبات أدناه في مجموعة واحدة. المستوى الأول قطر، السعودية، أوزبكستان، اليابان. المستوى الثالث تايلاند، الأردن، الإمارات، الكويت. المستوى الرابع ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا، الصين. وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإشعارات.